استاذ تنام محمد طالب بضم المكان ده للمتحف المصري، لان الارض دي اصلا ارض المتحف المصري. يعني هي في الاصل اصلا في الخرائط القديمه اللي عندنا والحاجات دي كلها، طبعا انت عارف المتحف يعني وصل لحد النيل، وكانت حتى الاثار لما كانت تيجي لما بنوا المتحف زمان كانت معظمها بيجي عبر النيل، مثلا من الاقصر ومن اسوان ومن بلاد يعني في الجنوب كلها كانت تيجي، وكان مرسل النيل هنا كانت تحمل الاثار يعني وتيجي على المتحف. فاصلا الارض هي ارض المتحف المصري، لكن في الفترات اللي فاتت طبعا اتاخدت، واحنا شفنا المتحف يعني الحديقه بتاعته او المكان بتاعه ده شويه من ورا، يمكن من ناحيه عبد المنان عبد العمران بن عبد المنان رياض وكده 6 اكتوبر، من قدام برضه الجرش الجديد ده، وكان قبل كده جرش العربيات، وطبعا يعني كل المكان ده كان اصلا ارض المتحف المصري. لكن يعني كويس الحمد لله، انا قرر يعني مبسوط منه جدا ان هو ترجع، لان ده كان مطلبنا من زمان، وطلب كل الاسرين كمان كل عاملين في المتحف المصري في الحقيقه. يعني هم لو احنا طلبنا الوزير اكثر مره، والوزير نفسه كان يعني مقتنع بالكلام ده، وكان بيطالب بيه في الحقيقه ان هو يعني يتشال مننا، قال سيبوا الموضوع ده لي انا، وانا اتحمل يعني مسؤوليه اللي انا طالب بيه يعني وبتاع. وتقدمنا يعني مكاتبات كثيره لضم الموضوع، حتى ناس من خارج المتحف برضه ساعدونا في الكلام ده، وكتبوا مكاتبات عديده ان الارض ترجع تاني للمتحف المصري، لان هي يعني ما فيش احسن، يعني ده احسن قرار اعتقد. يعني يعني بصراحه يعني انا معجب جدا بالحكومه دي، طبعا ده قرار سليم 100%، معجب جدا بسياده الوزير طبعا محمد ابراهيم، لان اصلا الموضوع ده كان مطلبنا كلنا يعني، واحنا نجحنا الحمد لله في ضم الارض يعني للمتحف. ايه هي خطط المتحف للارض؟ يعني هي دلوقتي هتاخد الارض وهتهد المبنى؟ احنا لسه انا ما اعرفش التفاصيل هتبقى ازاي دلوقتي، يعني هل المبنى يتهد؟ اه طبعا لازم المبنى يتهد، الارض ترجع زي الاول بالظبط كده. المتحف اصلا ليه مخطط ان بعد ما يتهد المبنى ده، يعني احنا عملنا له اوريدي مخطط ان هو يعني بعد المبنى ما يتشال مثلا او بتاع، هتبقى حديقه متحفيه، وهتبقى يعني انا مطالب بانشاء بعض المباني مثلا على اليمين واليسار تخدم مثلا الوزاره او تخدم الهيئه، مباني لينا احنا مثلا للوزاره مثلا، هتبقى في حديقه متحفيه جميله، هيبقى نعمل مرسل النيل، نعمل مرسل يعني عشان تبقى في بوابه الناحيه الثانيه دي، نغير يعني الموضوع ده في الحقيقه هيخلينا نغير المسار خالص، وهنبدا نخطط من جديد تخطيط تاني ينفع المتحف، ينفع السياحه، يشجع السياحه لمصر، ويكبر المتحف ويدي المتحف يعني اهميه اكتر من كده، لان انت عارفه المبنى كان مداري علينا، مبنى كبير ضخم زي المبنى القديم ده كان مداري على المتحف المصري. طبعا دلوقتي المتحف يعني زي ما تقولي كده هياخد هيشم نفسه شويه وهيبقى ظاهر، هنعمل يعني تخطيط جميل ان شاء الله يعجب الجميع. هل في نوايا من المتحف ان انتم مثلا تاخدوا اثار من جوه المتحف تحطوها في مباني ثانيه في الارض دي او لا؟ هو مش هتبقى يعني مباني ثانيه، هي مش هتبقى، لا المباني مش هتبقى مباني للعرض، لا هو العرض هيبقى عرض يعني خارجي، عرض لحديقه المتحف مثلا، هتبقى تنظم بقى، نشوف هتتنظم هتبقى ازاي، يعني ده الكلام سابق الاوان، وهنشوف يعني اذا كنا عندنا تخطيط مثلا للارض، لكن ما عندناش تخطيط للعرض هيبقى ايه بالظبط لسه، فهنقوم بالفتره اللي جايه دي خلاص، احنا طالما دلوقتي اطمنا هنقوم دلوقتي يعني ان شاء الله بخطه متكامله لاستغلال المكان، استغلال جيد طبعا، استغلال ينفع المتحف، يخدم المتحف، يخدم السياحه في مصر كلها مش في المتحف بس ان شاء الله، وان نطالب بمرسى على النيل، وهنعمل هنخلي المنطقه الغربيه دي بدل ما كانت منطقه مهجوره هنخليها هي اللي هتبقى رئه المتحف المصري. طب هو المبنى ده كان في احتمال ان حد تاني او جهه تانيه هي اللي تاخده؟ كانت ناس كتير معاوله مع يعني اعتقد محافظه القاهره كان يعني مش يعني ناس كتير كانت عايزه تطالب ان هو ياخدوه هم كده، وسمعنا ان بعض يعني قبل كده بعض الاحزاب كانت يعني ما اعرفش بالظبط ايه يعني ناس كتير، يعني انا سمعت ان جهات كانت عايزه تاخد الكلام ده في الفتره اللي فاتت دي، لكن احنا ما كناش يعني ما كناش يعني سكتنا على الموضوع ده، لان الارض دي ارض المتحف المصري، واحنا عايزينها تخدم المتحف المصري. المتحف المصري حاجه كبيره جدا يعني حاجه عظيمه، انا يعني اطالب الناس كلها تساعدنا في الموضوع ده وتساعدنا في التخطيط، كل اللي عنده يعني خطه يقدمها لينا، لان انت عارفه المتحف المصري ده يعتبر يعني قلعه الاثار المصريه، يعني هو زائر المتحف المصري يزور التاريخ المصري كله، انت عارفه عندنا المتحف المصري هنا يعني الزائر لما يعني لو زائر ما عندوش وقت يزور المتحف المصري بس ده يغنيه عن زياره تاريخ مصر القديم كله، لان عندنا الاثار هنا زي ما انت عارفه من ابتداء من العصور من قبل التاريخ الى العصر الروماني مرورا بالعصور الفرعونيه كلها،
يعني المتحف المصري يعتبر قلعه الاثار وبيت الاثار المصريه كلها. طب انا عايز حضرتك تقول لي دلوقتي السياحه ايه اخبارها في المتحف؟ يعني هل في اقبال من السياح على المتحف زي زمان ولا؟ السياحه الحمد لله بدات تتقدم شيئا فشيئا، انت عارفه دلوقتي الامور هاديه شويه الى حد ما، فبدات يعني السياحه تتقدم. يعني النهارده الجمعه، يمكن زمان ما كانتش في المتحف، النهارده دخل المتحف حوالي 400 500 واحد اجنبي غير المصريين وبتاع، فدي طبعا ده حاجه كويسه جدا، لان بدات السياحه يعني تنتعش شويه. بدانا يعني غير الفتره الماضيه دي، الفتره اللي فاتت دي كانت فتره تعرف ان السياحه بتتاثر بالمشاكل وخاصه في التحرير، لكن الميدان مفتوح، الدنيا امان، ما فيش اي مشاكل بالنسبه لنا. احنا متواجدين هنا كل يوم من الصباح للمساء، متواجد انا النهارده الجمعه مثلا يوم اجانب، متواجد من الصبح حتى دلوقتي اهو اخر النهار. يعني بنحاول نشجع على قد ما نقدر السياحه، بنحاول نظهر المتحف بمظهر لائق يعني قدام الناس كلها سواء مصريين او عرب او اجانب. وانا شايف ان السياحه بدات تنتعش الحمد لله شويه عن الفتره اللي فاتت دي، وان كانت لم تصل الى يعني قبل صدر يناير طبعا لسه ما وصلتش. احنا عارفين المتحف كان يدخله زمان مثلا من 7 8000 ل 10 12000 في اليوم زائر في اليوم. طبعا دلوقتي لسه طبعا يعني في وقت الذروه دلوقتي، يعني مثلا لا يتعدى يعني في اليوم الكثير 700 800 يعني مثلا الكلام ده، لكن احسن من الفتره اللي فاتت دي. يعني بدا يعني انا اللي مطمني العدد في تقدم، يعني العدد بيزداد كل يوم عن اليوم اللي قبله. يعني انا بفرض بضرب مثلا في يوم الجمعه ده، يعني كان ايام الجمعه لما كانت تبقى مشاكل هنا وبتاع ما كانش حد يبقى متواجد كتير، يعني المتحف بره دخل المتحف 2 3 يعني ما كان يوم جمعه يعني عشان المشاكل كده وبتاع، لكن دلوقتي الحمد لله بالمئات. يعني انا عايز اعرف من حضرتك، هل المدارس بتهتم بانها تعمل رحلات مدرسيه للاطفال انهم يجوا المتحف باستمرار؟ طبعا احنا احنا بنبعت المدارس. احنا انا بقول لك يعني المتحف المصري احنا مخليينه قلعه الاثار وبيت الاثار المصري. احنا بنبعت المدارس، عندنا مدرسه المتحف المصري هنا للصغار، عندنا مدرسه مفتوحه على طول صيف وشتاء، فجاه في السنه الخريف الصيفيه وفي ايام المدارس. وبنعمل يعني عندنا هنا الاداره بتاعت المدرسه واداره التربيه المتحفيه بيتصلوا بكل الجمعيات، بيتصلوا بنخليهم يتصلوا بكل المدارس، بيعملوا دورات هنا. ده احنا بندي دورات هنا في المتحف المصري للمدرسين نفسهم مش الطلبه بس، بيعلموا الطلبه عنهم الوعي الاثري. احنا بنعمل على نشر، يعني احنا في المتحف المصري، احنا في المتحف المصري وخاصه يعني انا والزملاء هنا يعني واخدين على عاتقنا نشر الوعي الاثري بين المواطنين المصريين كلهم، لان انت عارفه بالذات في السنوات الاخيره الاثار تعرضت الى مشاكل كتير، وتعرضت الى عبث كتير، وتعرضت على اعتداءات كتير سواء باللفظ او الفعل. طبعا احنا عايزين نقوم كاثريين، عايزين نقوم ب يعني عمل خطه متكامله لنشر الوعي الاثري بين المصريين عشان المصريين يحافظوا على تاريخهم واثارهم. وان كانت هناك قله بتعبث في التاريخ المصري وهويه الامه، لان عارفين الاثار دي هويه مصر، هي هويه الامه. ان كانت هناك قله جاهله تحاول العبث بهويه الامه، فاحنا ان شاء الله نكون يعني على الناحيه الثانيه عاملين مصدات تقدر تعمل اثار فعلا. عشان كده احنا مدرسه المتحف هنا بنعمل، عندنا متحف للطفل، بندعو الاطفال من كل الجهات، حتى اطفال اجانب بييجوا هنا يزوروا متحف الطفل، عاملين متحف خصيصا للاطفال، الاطفال المصريين. وعندنا مدرسه للطفل كمان بنعلمه الوعي الاثري، بنعلمه اللغه المصريه القديمه، بندي له فكره عن حمايه الاثار، بندي له فكره عن تاريخ مصر القديم، فكره عن اثار مصر القديمه، بيدرس وهو في المدرسه نظري ويدخل المتحف يدرس عملي ويتعلم الحفاظ على الاثار. احنا عايزين من خلال المتحف، وانا بالذات عايز احمي اثار مصر كلها من خلال وجودنا في المتحف. بالتحديد مثلا عدد الرحلات المدرسيه بالاطفال؟ انا ما اعرفش احصر العدد، لان العدد بيتذبذب. يعني لو ايام امتحانات مثلا ما فيش مدارس بتيجي كتير، لكن لو ايام اجازات مثلا بتيجي، فانا مش هقدر احصر بالظبط. لكن احنا بنبعت للمدارس، عندنا المدارس كلها سواء، مش المدارس بس كمان، ده احنا بنبعت للجمعيات الاهليه، جمعيات الايتام، تلاقي مثلا يقول لك مش عارف الايتام من جمعيه ايه مثلا جايين يدخلوا، بنسمع لهم الدخول مجانا كمان، بندخلهم مجانا هنا. ورحلات المدارس العيال الصغيره معظمها مجانا، لان احنا هدفنا هو خلق او نشء الوعي الاثري وزياده الوعي الاثري لدى الاجيال القادمه عشان نحافظ على الاثار حفاظ كويس. طب في الفتره اللي فاتت، كان في الفتره اللي هي كان فيها عدم استقرار امني، كانت طبعا كلنا عارفين ان في حاجات فقدت من المتحف، هل تم استرجاع كل الحاجات اللي تسرقت؟ معظم الحاجات اللي اتسرقت جت، ما اتسرقش حاجات كتير بالمقارنه بيوم كبير زي ده. يعني انا كنت متواجد، كنت يعني جاي يوم الجمعه ده اللي حصل فيه جمعه الغضب. طبعا احنا كنا متواجدين، لكن للاسف حتى انا ما شفتش الناس اللي دخلت المتحف، لان كنت
بعيد كده ومش قادرين نيجي ناحيه المتحف لان كان الجو كان صعب جدا يومها. انا ما عرفتش اصلا المتحف حد دخل فيه غير لما روحت، لما قالوا ده ناس دخلت المتحف نطوا من فوق والكلام ده عن طريق السلم. لكن الحمد لله احنا استرجعنا معظم الاثار لان لما جه الجيش بصراحه يعني عمل حاجه كويسه، لما جه الجيش طوى المتحف. طبعا اللصوص هربوا وطاروا مثلا، حتى الاثار اللي كانوا سارقينها هرموها، فلقينا اثار كتير حول المتحف هنا وفي الجنينه وبتاع وفي السطح. فيعني الاثار اللي موجوده دي عدد قليل يعني، هو اللي هيسال هو عادش وان شاء الله يرجع كله يعني. هل في حصر تحت؟ لان انت عارفه موجود حصر بعدده وارقامه وصوره ومبلغه للعالم كله يعني، حتى لو ظهرت اي قطعه في اي مكان هترجع ان شاء الله مفيش حاجه.